من مقر 10 داونينج، حيث سيكون هناك رجل جديد في السلطة بعد ساعات قليلة. تم فرز أغلبية الأصوات، دخلنا في الشوط الأخير من عملية الفرز وعد الأصوات، وبحسب القراءة الحالية تبقى أقل من ثلث الأصوات في عملية الفرز حتى الساعة. الحزب العمالي حصل على 389 مقعد في البرلمان البريطاني مجلس العموم، الحزب المحافظ 95 مقعد، الأحزاب الأخرى الحزب الليبرالي الديمقراطي 58 مقعد، الحزب الاسكتلندي تراجع بشكل كبير فقط 7 مقاعد، ولكن المفاجأة اليوم هي حزب الريفورم الذي حتى الساعة لم تصل عدد الأصوات إلى النسبة أو العدد الذي كان يعني مستهدف في استطلاعات الرأي التي برزت ليلة أمس. كنا تحدثنا عن تقريبا 13 مقعدا، ولكن حتى الساعة الأرقام المؤكدة تشير إلى حزب أو إلى حصول حزب الإصلاح على 4 مقاعد حتى الساعة، رقم مرشح للارتفاع. بعض النقاط المهمة جدا والإشارة إلى التاريخ هنا، اليوم الحزب المحافظ حقق أسوأ أداء له في تاريخه، الخسارة اليوم تبدو وكأنها فعليا هي الأسوأ في تاريخ الحزب ومنذ تأسيسه في 1830. الحزب العمالي كيف تقارن حتى الساعة الأرقام بعام 97 أيضا عندما كان هناك فوز ساحق لتوني بلير؟ اقتربنا من هذا المستوى، ولكن تذكير بأن توني بلير عام 97 حصل على 418 أصوات أو مقعد، فاقتربنا من هذا المستوى ولكن لم نصل إليه بعد. أخيرا منطقة ويلز تم اتمحى تماما فيها الحزب المحافظ، لا مقاعد للحزب المحافظ في منطقة ويلز، والأسماء البارزة أيضا التي فقط قائدها وزير الدفاع جراند شابس يخسر مقعده، باني موردنت التي كانت مرشحة أصلا لتترأس الحزب المحافظ قبل عامين أصبحت الآن أيضا خارج البرلمان وفقدت مقعدها، ليام فوكس وزير دفاع سابق فقد مقعده كذلك، وجيكوب ريزماغ أيضا شخصية بارزة ومعروفة طبعا في بريطانيا خسر قبل قليل مقعده، جيريمي هانت كانت هناك أسئلة طبعا وزير الخزانة، كانت هناك أسئلة دائرة حول ما إذا كان هانت قادر على البقاء في مقعده، وهو فعلا تمكن من إنجاز ذلك في منطقة سوري. طيب كارينا، أمام الأعوام ال14 لحكم حزب المحافظين في بريطانيا اليوم، كيف سيكون وجه بريطانيا الجديد مع حزب العمال؟ ماذا نتوقع؟ وجه مختلف تماما. يجب أن نوضح أن حزب كير ستارمر ليس حزب يساري تقليدي، لأنه حزب كير ستارمر وكير ستارمر نفسه قال أنا غيرت الحزب العمالي وابتعدنا عن اليسار وتوجهنا نحو الوسط. هو شخصية وسطية براغماتيكية، يعني هو لا ينتمي إلى أيديولوجية متشددة إلى اليسار مثلا كما كان الوضع في عهد جيريمي كوربن، وهو يقول والحملة كلها كانت مبنية على محاولة يعني التماس بشكل مباشر إلى الناخب الوسطي، ويبدو فعليا أن المهمة نجحت اليوم، لأنه نحن لا نتوقع أن تكون هناك أي سياسات متطرفة للغاية، بالعكس. يعني للإجابة على سؤالك كيف ستبدو بريطانيا، بريطانيا مختلفة اليوم، لأنه نحن نتحدث مثلا يعني سابقة تاريخية أنه نائبة رئيس الوزراء المرشحة أن تكون هي في المنصب أنجيلا رينر هي نائبة كير ستارمر في الحزب، من المرشح أو من المتوقع أن تصبح عندما يتم يعني الكشف عن الحقائب المختلفة نائبة الحكومة، فأول مرة أن تكون هناك نائبة حكومة امرأة. أيضا سابقة أخرى هي ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية، المتوقع أن تكون وزيرة الخزانة ريتشل ريفز أول مرة أيضا أن تكون هنا أو يعني أن تحتل امرأة هذا المنصب. ولكن النقطة الأهم من ذلك هي طبعا السياسات، سواء كان في مسألة الاقتصاد أو مسألة الهجرة. نحن لا نتوقع، وإذا نظرنا إلى تفاعل الأسواق المالية مثلا قد نقول هناك يعني استقرار سواء كان على الجنيه الاسترليني أو مثلا الأسواق، لأنه المستثمرون أو المستثمرين يقولون أنه نحن ننتظر أن تكون السياسات الاقتصادية وسطية وليست متطرفة أو ليست متشددة، بالعكس سيكون هناك أني اعتدال انضباط مسؤولية مالية. كل هذه هي السمات التي نتوقعها من هذه الحكومة الجديدة. كير ستارمر شخص لا يحب المجازفة، من المتوقع أن يكون هناك تأني على كل الأصعدة، وأكيد طبعا نحن نعرف أنه هو يود أيضا يعني قد نقول لم الشمل في بريطانيا بعد هذه الفترة التي شهدت بالطبع خلافات كثيرة. نقطة فقط أشير إليها للإجابة على سؤالك أيضا كيف ستبدو بريطانيا، أكيد هذا التوجه الوسطي مع دخول الحزب العمالي للحكم أو قد نقول الحزب العمالي الجديد إلى الحكم، أيضا يجب أن نشير إلى حزب الريفورم، حزب الإصلاح الذي يعني هذه فعلا سابقة لم نشهدها من قبل، أنه حزب صغير، حزب مكون قبل فترة قصيرة جدا، تمكن من الحصول حتى إن كان عدد الأصوات فقط 4 مقاعد، هذا بحد ذاته إنجاز ضخم جدا، وهذا أيضا يشير إلى توجه نحو اليمين لشريحة كبيرة من الناخبين.